السلام عليكم. اليوم بغيت نشارك معكم الغداء ديالي اللي درتو سوري، يعني في المتبل، في حمص بطحينة، فيه درت كفيتة. عادة كتكون مشوية، انا ما درتهاش مشوية ولكن باللذة مشوية. الحمص كيف قلت لكم، وعندي محمرة. حمارة هذه كتجي لذيذة بزاف، وكنحبها بزاف بزاف، وكنشارك معها طبعا العيران، كنحط معهم العيران. انا غنشارك معكم هذا الغداء ديالي، غنوريكم دابا في هذا الفيديو المتبل والمحمرة والحمص وكفتة كيف درت ليها. غادي نديركم في الفيديو الثاني باش ما نطورش عليكم الفيديو. انا اضطريت نقسمه على جوج ديال المرات. نبداو على بركة الله. غنبدأ في المحمرة. المحمرة كناخدو كاس، الكاس اللي كتسع بريبي تبقى تسع بريبي كل شيء. انا درت نص كاس ديال القرقع، و هذا لاشابلوغ او الخبز مطحون، تا هو نص كاس الخبز محمص ومطحون. عندي هذه الفليفله اللي دبس فليفله كنت هضرت لكم عليها شحال مره، اللي قلت لك كيفاش كتخزن الفلفله الحمراء المطحونه، هي منشفه ومطحونه. هي هذه غناخذ منها تسعية نص معلقه، نص كاس عفوا، نص كاس. غادي قد لا شابلوغ، قد المحمر الفلفله الحمراء، قد القرقع. عندنا زيت الزيتون تقريبا شي ربع كاس، غنديرها لكم بالمعلقه. وغادي تحسبوا عندي البصله، بصله طريف صغير والربع بصيله اللي كديروا، ماشي بزاف، على حساب هذاك نص كاس كندير واحد اربع بصله وصافي صغيره. بالنسبه قلت لكم الزيت غندير ثلاثه المعالق كبار. عندنا الطحينة، كندير واحد جوج معالق كبار ديال الطحينة. دبس الرمان تاهو غندير منو جوج معالق. زعما الا كنتو مهتمين بيه راه موجود في الاسواق الكبيره، كاين في كارفور، كاين في مرجان، كيعطي واحد اللذة خاصه للاكل اللي بغا ياخذو، زوين بزاف. هادي فلفله حمراء عاديه طريه، غناخذ واحد نص. لاحظتوا انها فلفله غير صغيره ماشي كبيره، على حساب القياس اللي صوبت انا، لان ما صوبتش كيف قلت لكم. هادي مطيشه، عفوا جاتني مكالمه تلفت. هادي فلفله حمراء درتها صغيره على حساب الكميه اللي درت، صغيره بسيطه يعني ديال نهار واحد. كنزيد واحد معلقه كبيره، جوج يعني وحده حتى وحده ونص اولا جوج، انا كنبغي شويه حلوه زايده. وكندير رشه ديال الكمون. على فكره هذه اول اكله سوريه عجبتني، يعني الاكله الاولى اللي حبيتها بزاف عندهم هي هذه. دابا غنطحنو، خصني نزيد واحد شويه الماء لان مع لا شابلوغ كتنشف. غنزيد واحد نص كاس الماء بحال العبار ديال
ديال ديروا في الحساب بحال العبار ديال القرقاع والعبار ديال لا شابلوغ، وهذا ديروا نص كاس الماء. دابا غادي نكمل تنطحنو كامل وغنوريكم كيف جا. غنجيب طبصيل ديال الطبق اللي غنقدم فيه، كتجي بحال اون كريم ولكن لذيذة لذيذة لذيذة. البنة ديال الحموضة فيها ديال دبس الرمان و الحلاوة وداك القرقاع ولا شابلوغ، عطى واحد اللذة خاصة. طريقة تقديم كل واحد يقدمها بالطريقة اللي يبغى، انا كنوريكم الطريقة المعتادة واللي مولفة كندير. كنزينها بالقرقاع بحال ان غابيل ديال ان راه مصوبه بالقرقاع. ممكن دير زويته ديال الزيتون من الفوق، ها الطبق ديالنا. دابا غندوزو نديرو متبل. كنشويو الدنجال، انا شويت جوج دنجالات، تقدروا تشويوهم في الفحم، يقدر في الغاز، يقدر في الفران، ماشي مشكل. كتشويوهم كتقشروهم، ولكن ما تغسلوهمش، تقشرو خصو يبقى فيهم ديك اللذة ديال الشوي، وهداك الماء اللي كيخرج منهم او الزويته اللي كتخرج منهم خليوها فيهم كتزيد لذتهم. انا درت جوج هكا، وحده غادي نستعملها كافياني، ووحده كندي انا كنجيبهم بالكثره، يعني كنشوي خمسة ستة كنقيهم وكنديرهم في كونجيلاتور. الطريقه باش كنخزنهم، كناخذ كل وحده كنديرها في هكا كنكففها في الالمونتير، وكنديرهم في بلاستيكه وكنديرهم في الكونجيلاتور. وقت اللي كنبغي كنجبد وحده كنخليها ترخى شويه وكنصوبها. دابا هادي غنحيد لها داك الراس ديالها، وغادي نقردها بالقراده، نقردها طريفات ونقردها بالقراده. هي ممكن تطحن، ولكن فاش تطحن ما كتبقاش ليها ديك اللذه الزوينه. هو اللذه ديالها هي انك كتحس بالدنجال شويه في فمك، وكتحس به بالشوي ديالو. الا طحنتي كيولي بحال اون كريم، كاين اللي كيطحنو، ولكن هذه طريقة أحسن. غادي نزيدو عليه واحد معلقة ديال كبيرة ديال اللبن. كيف قلت لكم لبن دائما خصو يكون عندكم، أولا دانون مسوس اللي ما عندوش لبن يدير دانون مسوس. طبعا غندير نص معلقه صغيره ديال الثوم، ناخذ الطحينه ندير واحد جوج معالق ديال الطحينه، ندير عصير الحامض. هي كتبغي عصير الحامض، غندير وحده حتى نذوق ونشوف الا خاصني نزيد. كمون، ندير واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، والملح طبعا، وغادي نخلطوها مزيان.
نحاولوا ندخلوها في بعضها في بالفورشات، نخلطوها مزيان بالشوكة هكا بالفورشات وندخلوها في بعضياتهم ونطوقوا. إلى خاص مازال الحامض أو حاجة أو الملحة كلها وذوقوا. هنايا كي يرجع الذوق لكم، كي اللي بغاها محمضة أكثر، كي اللي بغاها ناقصة في الحامض. أنا لقيت بين ناقصة شوية الملحة وناقصة الحامض، غنزيدهم. وهي واجدة، دابا غادي نديرها في طبق ديال التقديم ديالي. كنقدمها بهذه الطريقة، يعني عشوائية تقريبا. كنزينها بشوية المعدنوس، أرش عليها الكمون، ونزينها بشوية الفلفلة حمراء، ندير فوق منها زيت زيتون حتى هي. وها متبل ديالنا واجد، يعني ننصحكم تجربوها، ننصحكم تجربوها. هادو بجوج زوينين ولذات بزاف، واهلا وسهلا فيكم.